يا جماعة الخير الساعة نص نهار. أي يا جليل نص نهار. أبو سيف وين؟ زين العصر يا أبوك العصر بي. أبو سيف نص نهار الطير ما يطير يا ابوك بخليه يجي العصر ماتوا جيب شايونه من احسبه وش فيه تبل بسرعة ابو سيف باب كذا يدقوا على واجب كذا يدقوا باب على واجب ما كذا اصلي ما في قلبك رحمة ما في قلبك رحمة الساعة 3 بعدها وانت يا ما دام انا ما في قلبي رحمة تو ما دام الساعة 3 انت ايش جايب منك انت ايش جايب منك انت يا خاطب منه وشفت جليل فخطف صوبك وسلم عليكم ما حد ملعوزن علي هذا غيرك انت واللي هذا قبل مرة على الصراط يمشي والساير ما جاي منك كذا يا الكاميرا اقول ابو سيف كاميرا ها شفت الكاميرا يا ابو سيف شفت الكاميرا تو زين تو قبل الكاميرا من شاف الكاميرا بس زين بس 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 هالخبر قايل لك ما تجيبه هالخبر ما قايل لك ما تجيبه انا صدقه ان شاء الله ضرب ما تحد الله اكبر وعد ومدن بس خلي الشغل بس نصلي هذا العصر خلي بس اشيل هالقلاص تقوم مدن الاذان بنصلي اذا الله كاتب لنا الصلاه قايلين ننظف المكان ما قايل لك تو انا ما خابرك هو ما خابرك ما قايل لك نظفه يا ان شاء الله مبروك على الترتيب الجديد مبروك يا ابو سيف وسعت المكان كانك اربع شيء راجع يا حاف الله حي بالاربع عندي اربع شوف تباني اموت انت تباني اموت وش تباني يعني ما قال لك خاطري هنا فجاه خاطري هنا فجاه الله ياخذ شيطانك يا مغاوي مكان كذا ما غاوي ما مقصر عندك جليل انا ما مقصر كل يوم مقصر نعم ما مقصر ما مقصر الكاميرا مرفوعه الكاميرا مرفوعه انا عارف عربان سيرو يجي كل يوم ايه نعم عربان سيرو عربان سيرو يجي كان مره فول نظف تبان بان تو بان شافوه المكان ما نظيف شافوه المكان يوم يركض يشوف الكاميرا مره يركض لا لا انت يوم شفت الكاميرا تو خليت عمك تنظف فتنا علي انت بس تعال وسيرك صابون طايح صابون طايح لا سواله فهد لا سواله هذا ما 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 يرفع صوته اليوم تجي ما يقول شيء يوم شوف فهد مره يوم تشوف فهد بس يوم اشوف فهد يا بارك يوم اشوف فهد تعال زو الساير تعال خابرك انا جلس انت رجال تعز علي وتحيدني انا رجال احب لك الخير وانت تستاهل جايب لك مسابقه هذه المسابقه فيها فلوس؟ زين ما فيها صعوبة المسابقة لمدة يومين أنت وجليل ما تتخابروا إلا العربية الفصحى أي كلمة تطلع منكم ما عربية فصحى راح عنكم الفلوس 300 ريال 300؟ ما شاء الله 300 أنت 300 وش تبى؟ أنت ما لازم ما لازم وكل ما قلتهم والله ما رد عنها جزاك الله خير يومين 300 اسمع أنا بعطي 5 ريال من عندي ما لازم وياي ما لازم لا لا لازم يكون عندي تخابر فهد أي واحد منكم يتكلم كلمة ما عربية فصحى راح عنكم 300 ريال خابر أنا ما يعرف يقولك إذا 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 كلمة واحدة ما تكلمت لغة عربية غاب لي فلوس علي لا أنت بتستفيد ولا أنا بستفيد تعلم تعلم ما وقت تعليم نبدي صبر يا فهد شبكت وياي تعرف إنها ما عرفت خابر على اللغة العربية شوف جليل يعني كلمة واحدة تغلط فيها غابل علينا الفلوس. نعم. ما في فايدة كذا. يعني أنت اسمعني وش بقول أنا وأنت قول وياي. مثلا أنا مثلا أيوه وادم عندنا. أنا بقول الله حي بالعربانو. يا قربو. ما عقربو، ما عقربو. أنا بقول الله حي بالعربانو. قولوا أنت أقربو. قربو. أقربو. يا قربو. ما عقربو، ما عقربو. أخي اسمع. نعم. شوف فهد. من الشرط الحين اقول لك لو انت تخابره اذا ما يتخابر هو خلاص ما لك حق انت ما لي حق انا وقت مرفوع الكاميرا أيوة. اي كلمه تطلع منه ما عربيه فصحى راح 300 ريال كيف يعني ما
مثلا هو رافع كاميرته انت ما لو انا اتكلم وانت ما راح ترد علي باللغه العربيه كسب بس زين شو فهد يزقك جليل اين انت يا جليل وش مسوى لمده يومين كيف الحال الحمد لله طيبين طيبون والحمد لله كيف الحال جليل مرحبا حي الله ابو علي يا مرحبا مطول الغيبات يا ابو الغنايم انت اشوفك يا يدين ورا ويدين قدام تدبت ديو ما تيب دبت ديو وين غنايم يا ابليك علوم احسن عن دبت وش من العلوم نسوي تحدي حق جليل وابو سيف لمده يومين ما يتخابروا الا العربيه الفصحى وليهم 300 ريال انت وتو جاي تغايظني وش يا يتغايبني غنيها غنيها قم روح بهد قم ما يا غاضك انت ما ناس انك انا انت طول لي بعمرك 300 ريال اذا ما صار ليهم بطريقتك الخاصه تخلاهم تطلع تحن مخابيهم لا ما تحن مخابيهم تخلاهم يطلعوا اي كلمه تكون ما عربيه فصحى وال300 بيكون المصور هذيل عربي ما يعرف يرمسوا عربي كذا شروانه ما يعرف وين فصحى يرمسوا الترتيب عندك عارف. ترتيب شلني ليهم وداني وين ولا خلهم يهني لا موجودين هم هناك يقوم قال يا ابوي خلهم يجوا هنا فهدا ما بروا مسيره خل تو داخل قال ما بتحرك وتصربك ما ترد علي ما رد عليك انا جاي اتمشى اليوم قبل المزرعه شو اني لا موتر ولا اهي الحين وش المطلوب مني انا يعني؟ المطلوب منك ان هالجماعه اي كلمه تطلع منهم ما عربيه فصحى الفلوس يروح الحق لي مره لو كلمه واحده لو نص كلمه نسير نسير قداهم نسير قداهم كيف خبرني من انك كذا تبي والله مرحب لا تخبره في احد خاري خاري برا 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 حي الله ابو راشد مروحين 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 برا برا حي الله ابو راشد عليكم السلام عليكم السلام برا برا بس مروحين وين تدخل بيتكم ذا بيتكم خاري 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 ضارين نتجمع نتجمع احنا برا برا بس مروحين احنا مع من تدخل انت خليته شيء ما ضار يطردني ما طردك بس رد خلاص عندك شغل سير مو تبسير ابي يصير اليوم ما بنرمس اليوم ما بنرمس سير يا البليله بنسلم عليك بسلم عليك لا قوه الا بالله العظيم هذا عاد يوم الواحد خابر يا ابوي يا ابوي انا ما حد بالمزرعه انت ما جاي عندي وانا ما حد انا ما حد الا خلاص طلع ترد هادو موجود رد يا ابوي بطلع رد هالمرعب هذا لا تدور لنا براسنا بهر بس وياكم وين تصير ويانا ما سارين كشات احنا سارين عندنا شغل نقول لك ربيعكم غابعا يا حول اخوي احنا مسويين مسابقه لابو سيف يا ابوي اسكت فهد اسكت ما تضم شيء مسوي مسابقه لابو سيف وجليل يومين ما يتخابروا الا العربيه الفصحى في حالة انها طلعت لو كلمة واحدة تقول ما عربية فصحى الفلوس يصيرن حق من؟ 300 ريال بيصيرن حق ابو علي يا ربي لين النص انا ليك النص وش قاعد فيها؟ انت تعبان فيها؟ اظهر برا يا ابوي اظهر برا يا ابوي زين خليه بيرابعك ما بيرابعك هذا بيسولف عندهم وبيتارشهم من لما يخرب علينا ذاك حم يا ابوي رد 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 اصبر انا معك ولا مو معك؟ معي يا ابوي انا معي انت يوم انا بجلس في المزرعة تعال عندي هنا انا تو اقول لك طالع مترخص لا لي النص انا بالموضوع ليك النص بويش يا ابوي بعد انا ما اعطوني لا انا لي النص اليوم جاي عندك المساء احنا اليوم ما حد احنا مترخصين اليوم ما حد ما موجود اعتبر لا ما حد اليوم والله ما صرت الا امشي معك عيال اليوم اركب يا رب وين اركب؟ اركب معي انت اظهر خالد شاركوا شاركوا عطوا لو 50 لو 50 بعد وش اشاركه يا ابوي؟ شو 50؟ بعد ما عايب لنا شو 50؟ ما عايب لنا بعد 300 ريال انا اخذ 50 وانت ومن كيسك انت انا ما اعطيني وانت من كيسك هذه مسابقه زيدوا بعدك 50 وش زيدوا عطوا 100 عطوا 100 لا على كيف النص صبان النص صبان انا قايل لك لا تخبر ابي هذا هذا ابوي انت روح روح طول زين انت روحك وهو روحه رمت على الجماعه انت المهم انه يومين ما باهم يتخابروا كلمه واحده تكون ما عربيه فصحى هذا ما يحصل شيء اذا تكلموا انت اذا انت رمت عليهم 300 من صوبه رام عليهم هو 300 من صوبه الملتقى عند عزبه ابو سيف والله وشد اقول لك انت يوم تبدا يصير وش جاي اني جاي تنقز لي هنا مبارك الخير وش جاي الخير وش جاي انقسم الخير انقسم هذا انقسم هذا تعب الساعة كيف الحال؟ الناس تقول السلام عليكم السلام عليكم وليس كيف الحال يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زير غادي الزير اليوم انت يا خابر عشر ولا وادي بتخابر يوم بالخابرة نحن نتكلم معكم باللغة العربية الفصحى لا أستطيع أن أتكلم اللغة العامية أبا راشد أنت جميل اليوم أنقذك حرارك اليوم وشو ملبق معك أنقذ دخان وصل الشارع الأوم يا أبا راشد تفضلوا تفضلوا الله جليل
راسل لي على الواتساب اي وش تبي انت؟ تعال وين تعال؟ تعال يا ابوي ما يتشل طعام مالك؟ طعام ما اريد طعام انت هناك طعام عندي في المزرعه تعال طعام اصبر وين؟ يا مغجل وش اللي بطعام؟ اصبر انزين وين ساير يا ابوي؟ انا اريد طعام على توك تهز براسك لا طلعت تتكلم وش فيك؟ طعام كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك اخبارك؟ كيف حالك؟ كيف كيف حالك؟ جودي ابو راشد جودي عن يسير انا اريد طعام تعال مالك انت الحين اريد طعام انت كيف حالك كيف حالك كيف حالك تعال تعال ماما انت زين منك الحين اوكي امه امس راس اللي محدثه صوتيه على ما تبه يا ابا راشد ماذا تريدون في جليل اريد طعام الناس يريدوا طعام يا المبدل وانزين احنا ما من نعطيه طعام ما راي منه يتخابر انه لا يتكلم الدراجه اللي ماخذينها كيف امورها كم الدراجه اللي اخذتها الدراجه اللي ماخذينها بكم تعال يوده تعال تبون تصير انت بسالك انت حد حالف عليك ما تلبس نعال وش شوك يا ريان تفضل وين تفضل الى ما الى ما تعال يا ابوي انت اليوم انت بتخابر انا من يا ريت طعام ماشي انت بتشاغل اقول لك تعال ارمس ماذا نريد ان نتكلم كثيرا يا لا 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 تكلم كثيرا اليوم تكلم اتكلم كثيرا تعال ماذا لماذا تريدون ان نتكلم كثيرا اقول لك انت البارحه انا جيت هنا ابسلم عليك ما حصلتك يا مطرش ليك ريال يا جايب ليك حشيش انا لم اكن متواجد كيف ما متواجد ماذا تريد مني فهد بيتخابر يا بني اذهب وش يا بني انا وش شوفني واتغيرون انا رجال يا بني والله ما ذهبت بكم يا فهد تطاردوننا كثيرا نباكم اليوم نباكم بالذات اليوم دخاب راجل دخاب وين ماذا تريدون اقول لكم طرش ليك طعام طرش ليك طعام انا الان لا اريد طعاما كيفوس لمده يومين اكلمك مالك لا طيعه تتكلم مالها دور انا اريد طعام طعام ويجيب لك طعام اقول لك تخابر ماذا انا الان اتكلم ما اتكلم من هذا تو تخابر انا اتكلم معكم بكل وضوح اقول لك انت يوم يجوك عربان خابرهم ثروة الاوادم واللي يوم بيوك عربان اتكلم يا ابا راشد ابا راشد مش ابا راشد ماني بتهرمت انت هذه ما علينا ما علينا ذي رمسه يا ابا راشد اتركوا جليل اللي في حاله تكلم خلي انت مطعم اتكلم مالك مش مطلق مالك اتكلم يا فهد يا فهد ما بلطك بلطك اتكلم طلع اللي بقلبك ابا راشد ابا راشد مالك خصك يا ابوي لماذا تريد مالك خص هذه مسابقه بيننا وبينهم انا اعرف منهم مسابقه تعال ماذا تريد مني هاليومين بالذات بتخابر لماذا تعال انا اتكلم اتكلم شر ولا واد اتكلم اتكلم باللغه العربيه فلوس 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 فيها السالفه الرمسه هذه تكلم ماذا أتكلم؟ تكلم شروة ما أتكلم من عربان أقول لك 300 تبي تحصلها؟ نحن نريد تكلم ما أستطعمك تكلم لا أريد طعام والله بتكلم من جت يومين والله يا ما هديك من جت يومين يا بعد والله لا قلت لك ماذا تخابر يا أبوي تخابر فلوس والله تخابر